هاي انقلاب الشمس الصيفي بيكون كل سنة بين 20 و22 حزيران والسنة مساقة ب 21 الشهر. هاليوم منه الأشوب بالسنة وما بيعني إنه الشمس بتكون فيه أقرب على الأرض وإنما النهار بيكون الأطول. هالانقلاب منه حصري بكوكب الأرض إنما كل الكواكب بالنظام الشمسي عندهم إياه ولكن بتوقيت مختلف ومارس هو الأقرب للأرض لأنه السمر سولستيس بيحصل عنده بعد كم يوم من كوكبنا. على الأرجح إنه تم بناء ستونهنج بإنجلترا للاحتفال بهالانقلاب الصيفي ولليوم بيتجمعوا السياح بهالمعلم لمراقبة شروق الشمس بنص الصخرة خلال الانقلاب الصيفي. مين قال؟ إنه المصريين كمان على الأرجح تأثروا بهالانقلاب لما عمروا الأهرامات لأنه بهاليوم بالذات الشمس بتكون بالنص على القد بين هرمي خوفو وخفرع. أنا قال بشوفكم بكره.